وأنا أتحول الآن إلى أخبار الأحوال الجوية مع الزميلة أحلام. مساء الخير أحلام. مساء الخير ريما، شكرا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد لمتابعة الأحوال الجوية. طبعا مشاهدينا، هذه صورة السيول في وادي سدوس في الرياض. كانت هناك كميات كبيرة من الأمطار أثرت على معظم المناطق الوسطى في السعودية والمناطق المحيطة بالعاصمة. طبعا كانت هناك كميات كبيرة عملت على تشكل سيول. ماذا إذا انتقلنا إلى صور الأقمار الصناعية ونتابع إشارات صور الأقمار الصناعية بالنسبة لحركة السحب. ما زالت هناك سحب ماطرة متوقعة على السعودية خلال 24 ساعة القادمة، وممكن بعد يومين يزول تأثير هذه السحب الماطرة لتتحول إلى سحب منخفضة تعمل فقط على أجواء غائمة. المنطقة الشرقية مشاهدينا يوم أمس تأثرت الدمام وحفر الباطن بموجة من السحب التي عملت على هطول أمطار، ولكن نسب الأمطار كانت متوسطة، ولكن ما زالت هناك توقعات بأن تشهد المنطقة الشرقية المزيد من حركة السحب الرعدية المنخفضة الماطرة على مناطقها الساحلية تحديدا. إذن مشاهدينا، حتى سرعة الرياح على الرياض بدأت تتراجع لتصل هنا سرعة الرياح إلى 22 كيلومتر في الساعة. لن تعمل على إثارة الغبار والأتربة، بل سيكون تأثير الرياح بشكل كبير خلال 24 ساعة القادمة على المنطقة الغربية والمنطقة الجنوبية بسبب سرعة الرياح التي تصل إلى 47 كيلومتر في الساعة. سريعا إلى درجات الحرارة المتوقعة الليلة، طبعا أجواء غائمة على المنطقة الشرقية إضافة إلى درجات حرارة ممكن أن تصل إلى مستويات عشرينية. مشاهدينا، هذا كان كل ما لدينا حتى هذه الساعة، وأشكر لكم طيب المتابعة.